نيجي اعدله اعمله كده. اوكي ها يلا جاهزه؟ انت جاهز؟ يلا نيجي ارفعه شويه. ارفع اكتر من كده. تحفه يا جو، خطير. خلتني اوصل اختها المطار الساعه 3 الفجر وفي الاخر اجي اكلمها الاقيها نامت وتقول لي ايه؟ شكرا ميرسي. هو انا قلت لك ابني الاول؟ سلمى النبي ارحميني من نظرياتك دي. مش انا قلت لك شالتك في الحته الضلمه؟ عارف، شكرا. دي نظريه كده مخترعها واحده صاحبتنا، بتقول ان الواحده اول ما تتعرف على واحد بتبقى عارفه هي تحطه في اي حته، يعني في حته الشقاوه، في حته الجد، في الحته الضلمه اللي فيها استاذ يوسف. لا ده اي هبل يعني. وسامح عامل ايه؟ تمام، الشغل الجديد ماشي كويس، ماسك ستيج ديزاين بتاع كام باند على كام ميوزك فيستيفال. طبعا عايز نرشق معايا عشان البرين ستورم فيجوالز وباك دروبس والحاجات اللي انت عارفاها دي. تحفه. انت عارف ان ميجي انيميتور شاطر قوي بجد، ليك في الموشن جرافيكس والحاجات دي؟ بس انا شغلي اصلا واخد كل وقت، يعني ما عنديش وقت اصلا اشتغل فريلانس. انت مش يا ابني قلت لي عايز تعمل حاجه ارتستيك لمزاجك؟ لا مو انا مزاجي مش احسن حاجه الفتره دي. طب بص لو غيرت رايك كلمني، الموضوع لطيف ممكن يعجبك. مش معلش بس ارد على الموبايل. الو هاي بوب، في حاجه ولا ايه؟ لا اصل قعدت تكلمني كده كذا مره ورا بعض فاتخضيت. طب ما تقولي دلوقتي يا بابا. طيب ماشي مش هتأخر. سلام. ده كل حاجة تمام؟ تمام. انا بس قلت اخرج اتكلم بره عشان الصوت عالي جوه. بس كده مفيش حاجة تانية يعني؟ انا تمام جدا. سلمى انا محطوط في انهي حتة بالظبط؟ نيجي ده هزار. معلش بس انا دلوقتي بتكلم بجد، انا محطوط في انهي حتة؟ بس احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. اتكلمنا قلنا ايه؟ معلش انا مش فاكر، فكريني. هو انت عايز مني رغي هنا دلوقتي يعني في الموضوع ده؟ على فكره الموضوع مش محتاج رغي، هو سؤال واجابه. لا مش برنامج مسابقات، هو وانت واقف ماسك لي تايمر وانا لازم ارد. خلاص سلمى مش محتاجه تايمر، انت كده جاوبتي خلاص. طب ممكن تهدى ونتكلم بعدين؟ لازم امشي. طب ممكن تدخل معايا جوه عشان انا اصلا عندي شغل الصبح وتاخرت قوي ولازم اروح، واول مره اسيبك بقى تتكلمي مع يوسف ونظرياتكم ومين محطوط في انهي حته والحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها دي. على فكره انا مش بعزم عليك، انا بقول لك تعالى معايا جوه عشان تاخد حاجتك. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ هو حضرتك بتتكلم بجد؟ انت عايز تتجوز على ماما؟ بص يا ناجي انت مش غريب، انا تعبت وعايز ارتاح بقى، عاوز استقر. تستقر ايه؟ دي لو رانا خلفت هتبقى جد. وبعدين انت عايز مني ايه دلوقتي؟ يعني عايزني اروح اخطبها لك؟ لا مش بالظبط كده، هي اللي عاوزه تشوفك علشان ما تحسش انها خدت راجل من عيلته. يعني بقول لك ايه بابا، طلعني من القصه دي والنبي. انا انت عايز ماما تموتني؟ يعني هي لما تحتاجك عشان تطلقها تروح تطلقها، ولما انا احتاجك تتجوزني ترفض. انت بتسعى غير في الخراب زي امك. امك مش هتعرف حاجه، بس انا عاوز اطلب منك طلب بسيط قوي. اتفضل. لما تقابلها خليك بطيء. بطيء ازاي؟ ما هقول لك، لان انا يعني بطيء، يعني لان انا قلت لها ان ابني يعني متاخر ذهنيا شويه. قلت لها اني متخلف؟ لا متخلف ايه؟ وبعدين ايه كلمه متخلف؟ انت غبي؟ الكلمه دي ما بتتقالش في الجمعيه بتاعتها خالص، اسمها متاخر ذهنيا. جمعيه ايه؟ هي عندها جمعيه كده، هي ماسكها جمعيه خيريه يعني بتهتم بانشطه الاطفال المتاخرين ذهنيا. وانا بيني وبينك ما لقيتش سكه يعني ادخل لها منها ولا افتح معاها موضوع وكده، يعني غير ان اقول لها ان ابني متاخر ذهنيا. وانت عشان تشقطها تقول لها اني متخلف؟ لا. طب ما هي كده كده هتشوفني وتعرف. وانا قايل لها كمان ان انت مش متاخر قوي، يعني متاخر شويه، يعني بسيط كده، يعني ممكن تبقى كويس. واقول لك على حاجه، انت لما تشوفها بس بقى ايه يعني اسرح، بلاش تسرح، خليك كده زي ما انت. بابا هو
منى متأخر ذهنيا بجد. مين اللي قال كده هناك؟ تكون قايل لها الحقيقة ومخبيها عليا أنا. أصل أنا ساعات بحس إن أنا مختلف شوية عن بقية الناس. ماجي، تحب نطلب دكتور أو نروح لدكتور ولا حاجة؟ بابا سيبني دلوقتي، أنا تخليني نتكلم بعدين، أنا عايز أنام. طيب يا ابني تصبح على خير. تمام. أيوه ابقى اتكلم كده. تصبح على خير. حلو، بس هدينا كل الاكسبريشنز اللي عايزينها. اه طبعا، احنا عندنا رينج اوف موشن كويس جدا. يعني ناجي ورينا كده لو هتصرخ. اه طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما غير صوت. انا اسف. تمام. ولو شلنا راس الغوريلا نفس الكلام شغال صح؟ لا مش هينفع حضرتك، الرج مظبوط على كده خلاص. تتظبط، نتكلم في التفاصيل.